الكبير آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني. هذه الصورة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له الحفظ والسلامة إن شاء الله خيمة العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب السكينة المدفون بالمدينة، المنصور المؤيد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد بن عبد الله، ورحمة الله وبركاته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة العظيمة العطرة، ليلة الجمعة، ومن عند حرم سيدنا ومولانا وإمامنا أبي الضيم أبي عبد الله الحسين إمام الهدى وعلم التقى صلوات الله وسلامه عليه، وبجوار سيدنا ومولانا ساقي عطاشا كربلاء وحامل اللواء باب الحوائج إلى الله أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. نحييكم أيها الأحبة الكرام، وبهذه الليلة العظيمة، بهذا البرنامج الذي نجدد فيه العهد والولاء لسيد الشهداء، ونقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك داعي الله، لبيك سيدي يا أبا عبد الله. أيها الأحبة الكرام، ونحن في ليلة الجمعة وجموع المؤمنين التي لا زالت بأرض كربلاء منذ ليلة عظيمة مباركة، ليلة النصف من شعبان، الليلة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها وكرمها وجعل فيها من أعظم الأعمال لغفران الذنوب وقضاء الحوائج زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في تلك الليلة التي هب بها المؤمنون وقد حضروا إلى أرض كربلاء وهم يلتمسون دعاء الفرج لصاحب تلك الليلة الذي زادها شرفاً وعظمةً، مولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي كان مولده في ذلك اليوم العظيم 15 من شهر شعبان المعظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم إن شاء الله تعالى من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، إنه سميع مجيب. في هذه الليلة العظيمة ونحن عند مولاي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أذكر بعض الحديث الذي ورد في زيارة المولى أبي عبد الله، وأحاديث الزيارة كثيرة لكل من أراد خيراً. أيها الأحبة، كل من أراد الرزق، أراد العافية، كان عندك هم أو غم أو حاجة أو كرب أو أي أمر أنت مهتم به، تعال ها هنا، تعلق بعروة باب الحسين عليه السلام، اطرق باب أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء كريم في حياته وبعد مماته. الموت موت الجسد، لكن روح الحسين سلام الله عليه، أنفاس الحسين، هذا القبر الشريف لأبي عبد الله. ترون أمامكم هؤلاء الزائرين يمدون أيديهم عند أبي عبد الله بحوائجهم. هذه الأيدي التي أمامكم تذكرني بموقف عظيم، ذلك الموقف عندما جاء ذلك الرجل إلى مولاي الإمام الحسين عليه السلام، مد يده هكذا، قال: سيدي يا أبا عبد الله، إني محتاج. الإمام عليه السلام التفت إلى خادمه، قال: أعطه 1000 درهم، فأعطاه صرة فيها 1000 درهم. الرجل أخذها وجلس أمام الإمام عليه السلام ينقدها، أي يعدها، يحسب هذه 1000 أو أقل. خادم الإمام سلام الله عليه التفت له، قال له: أبعتنا شيء؟ يعني لو فرضاً أنه ما كان 1000، كان 999 مثلاً، بعتنا شيء حتى تحاسبنا على الدرهم أو الدرهمين؟ أبعتنا شيء؟ وإذا بالرجل التفت، قال: لقد بعتكم ماء وجهي. الإمام الحسين عليه السلام، هذا الكريم ابن الكريم
وجده الكريم وأمه الكريمة فاطمة يضيع ما يوجه واحد أبدا؟ حسين هذا سلام الله عليك يا أبا عبد الله. التفت الإمام قال للخادم أعطه ألف وألف وألف. الرجل التفت قال ولم سيدي يا أبا عبد الله؟ ليش صارت 3000 من ألف؟ الإمام سلام الله عليه أجابه قال ألف لسؤالك، أنت سألتنا حتى محتاج أعطيناك ألف، وألف لماء وجهك. الله، هذا شي دليل لنا الكلام أن الحسين عليه السلام ما يرد إيد واحد ووجه واحد يجي يقول له سيدي أبا عبد الله أنا محتاج، أنا جايك، أنا طارق بابك. وألف لأنك أتيتنا، يعني ما رحت لغيرنا، ما رحت لأعدائنا. شي دليل هالكلام أيها الأحبة؟ احنا الان كل احنا طارقين باب الحسين، جايلي لسيدي ابا عبد الله، جايين على بابك، طارقين بابك. عندنا حوائج، عندنا مرضى، عندنا ناس محتاجه لعنايتكم يا آل البيت. العافيه التي اعطاها الله سبحانه وتعالى بيدكم يا ابا عبد الله، الشفاء بتربتك يا حسين. داقين بابك، تنظرون هاي الناس تقبل باب الحسين عليه السلام احتراماً إجلالاً لأبي عبد الله. كلهم سيد الشهداء سلام الله عليه في مضمون الرواية يقول قتلت مكروباً وحقيق على الله ألا يأتيني مكروب إلا وفرج الله كربته. يا أبا عبد الله، بابك إحنا حسين سيد الشهداء عزيز الزهراء، هاي الناس كلها متوجهة إليك طارق بابك. أعظم باب عند سيد الشهداء أن الإنسان مجرد أن يأتيه بزيارة الله غفران الذنوب، كما ورد في روايات عديدة أذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى. يقول أبي سعيد المدائني دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقلت جعلت فداك، آتي قبر الحسين عليه السلام، أروح لقبر الحسين؟ فقال نعم يا أبا سعيد، ائتي قبر ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الأبرار، فإذا زرته كتب لك 22 عمره. هنيئاً لكم يا زوار أبي عبد الله. في رواية أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه من زوار الحسين عليه السلام، لما يرى مما يصنع بزوار الحسين من كرامتهم على الله تعالى. وفي حديث آخر يقول الصادق عليه الصلاة والسلام من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة. انظروا أيها الأحبة، يا زوار أبي عبد الله، أيها المشتاقون لزيارة الحسين، اللي أمامكم ضريح أبا عبد الله الآن تتمنون بهاي اللحظات تكونون هنا عند الحسين، سلموا على أبي عبد الله وانظروا إلى هذه الجوائز وهذه الهدايا. يقول من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوار الحسين بن علي عليه السلام. وفي حديث آخر قال من زار الحسين عارفا بحقه يأتم به غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اشهد أننا أحببنا الحسين وتوجهنا إلى الحسين وتوسلنا بسيد الشهداء، نتقرب إليك يا رب فاغفر لنا وارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين. سيدي يا أبا عبد الله، يا من بذلك اليوم العظيم ناديت ألا هل من ناصر ينصرنا، نفديك بأرواحنا أبا عبد الله ونقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله يا سيد الشهداء.
نحيب ودموعي ضعن محبوب غريب وملكني وطن دلاني علي سواني كبير ولبسني حرير وعالغبر يبار ما عندك فن من نكون بخدمته ونوح كل شي اعوفه والعزاء انذر لحزني ودمعي والجروح قاتلة حزني وعذابي كربلة لاملة وضيعت رقي بالفلة لاملة وضيعت رقي بالفلة حسين حرام يطوب ريته ما عند حسين آخر تلوين تالي هيصير والماكو سوى من حق أهيم محبوب رحيم ما يرضى يجي يمشي لهوى ما حد مثل قلبه الحنين ورحمته لما تشمل خدامه دمعه بربته وانطانه خيمه وهو طاحت خيمته دابح نهم خنصر يمين ما ودريت على الخيم بعيون لم ما ودريت على الخيم حسين 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 مولاي حسين 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 مولاي حسين حسين نادر لصبايا اصبح لعب ياخذني هواي وللخدمة اريد شد امشي بعيد ما ادري شريد والقى على طول ذاكرتي يحرقني واقول لي راد بريد يسكتني ذنب وارجع احكي بيه ابجع تذاراتي وندم وجي وانعى المصاب وانفجي علي دارسني حب حني يمين قلبي القلب دارسني حب هو السليم
حسين 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 مولاي حسين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين. الله يبارك في أخونا أستاذ محمد على هذه القصيدة المباركة، وإن شاء الله دائما عهدنا مع سيد الشهداء سلام الله عليه باقيا بخدمته إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، من يود المشاركة معنا والسلام على سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يمكنه الاتصال على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة لنكون بخدمتكم إن شاء الله تعالى من على شاشة قناة كربلاء الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله أن نكون من زوار الحسين، أن نكون من خدام الحسين عليه السلام، أن نكون ممن يرضى عنهم إمام زمانهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله يبارك فيكم إن شاء الله، ونكون وإياكم من المقبولين عندهم بحق محمد وآل محمد. معنا أول اتصال إن شاء الله. أم وسام من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله يا أم وسام. على الحسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبو عبد الله. أبا عبد الله يا سيد الشهداء، تفضلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء. الله يبارك فيكم الله. إن شاء الله. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على مفضل العباس صلى الله عليه، السلام على سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد حيدر سجل سامينا يوم يحفظك الله، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يتقبل أعمالكم. أريد زيارة الحسين في الدنيا وشفاعتهم بالآخرة يا رب العالمين. أريد الستر والعافية من الله ومنهم، ويشافى كل مريض يا الله، يشافى كل مريض ويحفظ هاي القناة، يحفظ سيد علي السستاني، الله يبارك فيكم، يحفظكم الله ويسر عليكم. وسجل سامينا ودقلباب الحسين، أريد زيارته قريبا. سجلنا أم وسام والعائلة، وإن شاء الله ترزقون زيارة الإمام سلام الله. يحفظكم ويستر عليكم، الله يحفظكم، الله يستر على هاي القناة، قناة الحسين، الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظكم الله. بارك الله بكم أم وسام، الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق مولاي وإمامي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معانا نور من واسط، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا أبا عبد الله حسين يا سيدي. السلام على الإمامين الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. السلام على سيدي ومولاي إمامي أبي الفضل العباس ساق عطاء شكر بن أحباب الحوائج رحمة الله وبركاته. السلام على سيدتي ومولاتي بطلة كربلاء الكبرى العقيدة رحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا زيارتكم في الدنيا وشفاعتكم يا رب العالمين. اللهم عجل إمام زماننا واجعلنا من أنصار وأوانا. اللهم احتاج كل محتاج، اللهم اشف كل مريض، الله يحفظك. الله يبارك فيكم إن شاء الله، بارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم ودعائكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياكم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين، واجعلنا من أنصارهم ومن شيعتهم ومحبيهم إن شاء الله. نعم أيها الأحبة الكرام، وما شاء الله بهذه الأيام العظيمة وهذه الأعداد الكبيرة لزوار الإمام الحسين سلام الله عليه. معنا اتصال. أبو عباس من آمردي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم ولادة العطرة الميمونة المحمدية العلوية، مباركين إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك السلام يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بكر عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب الحوراء العقيلة.
إلا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهنا عند الله اشفع لنا عند الله بحق أبا عبد الله حسين يا الله. بارك اللهم عافي وشافي كل مريض بحق الحسين وجه يا الله. اللهم احفظ حيثنا الشعبي والقوات الأمنية والجماعات القتال. اللهم احفظهم وانصرهم سدد لنا بحق الحسين وجه يا الله. يا رب العالمين. الله يسجل أسماء طلب حاجة من عندك. إن شاء الله بخدمتكم. سجل اسم والدي والدة حاطة تعبان من السكر من النخاس واخواني واخواتي واولادي وشهداء شاتمين المؤمنين وبالذات اخوي المرحوم شهيد ابو احمد وبالحفظ ايه الله اجمع السيد علي الحسين السيستاني وبالحفظ المرضى السيد محمد باقر الفالي. احنا نشهد قناه الفاضل المخرج المقيم بث مباشر من الامام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. بارك الله بكم. الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله. موفق لكل خير بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياك الله. أم أحسان من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. هذه الأيام الشعبانية إن شاء الولادات الشعبانية إن شاء الله خير وبركة على أمتنا. علينا وعليكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أزور سيد مولاي أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى أزيز الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيد مولاي أبو الفضل العباس حامل لواء الحسين. السلام على سيدة مولاتي زينب الحوراء. السلام على سيدة مولاتي أم البنين. السلام على مسجد الزوار حبيب ابن مظاهر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الشهر المعظم إن شاء الله شافه كل مريض يا الله يطلع كل محتاج إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. الله يبارك فيكم إن شاء الله ولأولادكم يعطيكم الصحة والعافية إن شاء بارك الله بارك فيكم. مشكورين على هذه الخدمة. لبيك تقبل يا الله زيارتكم ودعاءكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين. أسأل الله أن نكون وإياكم من أنصار آل محمد عليهم الصلاة والسلام من شيعتهم ومحبيهم إن شاء الله. معنا اتصال من ويانا. فخرية من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله. الله يبارك فيك. والسادر سادر كربلاء بخير. متباركين إن شاء الله. إن شاء الله ويفتح العراقيين إن شاء الله. الحسين. بارك الله بك. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. إن شاء الله أبو عبد الله حلف أمامكم حضرة الإمام سلام الله عليه. سلموا عليه وقولوا له أبا عبد الله حاجة يمك الليلة. قربا عن وجه أخيك إن شاء الله. إلي والولدي والبنتي والبنات والخوات نقودي. يا رب حوائج وحوائج أمة محمد. إلهي آمين. بلدنا بلد آمن إن شاء الله. إن شاء الله. العراقيين كلهم. يا الله بحق محمد وآل محمد. مشكور. الله يبارك فيكم إن شاء الله وتقبل الله زيارتكم ودعائكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. معنا اتصال آخر. آية من الدجيل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. السلام عليك سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم أهل البيت. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبا الفضل العباس قمر بني هاشم. السلام على الحوراء زينب عقيلة الطالبيين.
بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا ابن فاطمة الزهراء. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم أصب حاجه كل محتاج. سيدنا سيد حيدر استسألك الدعاء والزيارة وصلاة ركعتين وسجل اسم عبد الله للشفاء من مرض السكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم إن شاء الله، لكل زوار الحسين، لكل خدامي سيد الشهداء، الليلة ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعاء، ليلة الرحمة من الله سبحانه وتعالى، اللي ينبغي لنا دائما أن نكون فيها من أهل التوجه إلى الله ومن أهل العبادة والطاعة وزيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معنا اتصال أم علاء من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، شعبانية هنيكم من هن أمة محمد ومن هن صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو فضل العباس وعلى السيدة ومولاة الدين، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا رب، يا اللهم شافي كل من مريض وشافينا بحق محمد وآل محمد، اللهم احفظكم واحفظ أمة محمد، الله يبارك فيكم إن شاء الله، تقبل الله زيارتكم ودعاء أدور بالنيابة عني وعن والدي ووالد والدي وعن إخواني وبنياتي وليداتي وخواتي صحة وعافية بحق محمد وآل محمد، الله يحفظكم إن شاء الله جميعا، الله والديك سجل معلاء وعيالها سجل بعلاء بالشفاء، الله والديك بارك الله، اللهم بحق هذه ليلة الجمعة إن شاء الله تعلم من زوارك يا أبو عبد الله، حاسة يمك يا مولاي يا أبو عبد الله، اقضيها بحق سدر زينب يا مولاي، بحق غربة زينب يا مولاي، اقضي لحاجتي بحق هذه الليلة يا الله، اللهم شافي كل من مريض شافينا وعافينا بحق محمد وآل محمد، ستر وعافي الله. بارك الله بكم، الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، وإن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، حياكم الله. معنا أم سجاد من ديالى، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا سيدي السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت لفنائك، السلام عليك وعلى أولادك المعصومين، السلام عليك وعلى أبوك المصطفى وعلى أمك فاطمة الزهراء وعلى أمك أم البنين وعلى أخيك العباس، السلام على زينب جبل الصبر، السلام عليكم عليها، سلام الله، السلام على رقية، السلام على الحجة صاحب الزمان، عجل الله فرجه ومخرجه وننتظر ظهوره وقتل الكافرين على يديه بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بارك الله بكم، الله يتقبل زيارتكم ودعاكم. أم سجاد إن شاء الله موفقين لكل خير بحق مولاي الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حياكم الله. نعم أيها الأحبة الكرام، وإن شاء الله التوفيق والعافية والسلامة لكل زوار الحسين، لكل أحباب الحسين، لكل من سأل الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة قضاء الحاجة أو شفاء مريض أو دفع كل سوء وبلاء ومشكل إن شاء الله. معنا اتصال. آيات من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أسعد الله أيامكم، حياكم الله وبارك الله بكم، اللهم يعزك ورجمكم يا الله، السلام عليك أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا حسين، السلام عليك يا سيدي، السلام عليك على روح الله كل شيء، عليكم السلام الله من بقيت وبقي الليل ولا جعلنا من أخطي السلام عليك وعلى أولادك، يا حسين يا سيد الشهداء، السلام عليك أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، السلام عليك حامل وعليكم، بارك الله بكم، سجل اسماء، نعم سجل اسماء، اتفضلوا أم حسام وزينب وأبو موسى وعائلته ورحمة الله، بارك الله بكم،
تقبل الله زيارتكم ودعاءكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. معنا اتصال آخر، زهراء من واسط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، زهراء صالة عني وتنعم صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين. السلام على قمر بني هاشم، السلام على الحوراء زينب، السلام على أم البنين، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم، الله يتقبل أعمالكم. تهانينا سيدنا بهاي المواليد متباركين إن شاء الله، ومن أنصار صاحب الزمان ولادة الإمام صاحب الزمان. اللهم عجل ولك يا إلهي بحق فاطمة وبيها وبعلها وبنها بحق السر المستودع من فاطمة الزهراء. أنت عجل ولينا الفرج يا الله بحق محمد حوائجنا وشافي مرضانا. ممكن تسجلنا اسماء سيدنا؟ تفضلوا. بارك الله بكم. علي وسارة إن شاء الله أرجع عنده، يعني يوم قمر بني هاشم واليوم المشى أخوه علي إن شاء الله مقضية الحوائج بحق باب الحوائج كوثر للدراسة، يعني أني وأختي للدراسة كوثر. بارك الله سهل علينا ويوفقنا إن شاء الله متوفقين بحق الفضل العباس الله عليه. أمامكم ضريحة. أي والله سيدنا، يعني حال مشتاق السيد الشهداء، صار لزم 4 أشهر ما زايرته. يا أبا عبد الله يا حسين، وإن شاء الله السبت إن شاء الله ذا وفقنا وخلى بينا عمر رب العالمين أجي. بارك الله بكم، والله يتقبل زيارتكم إن شاء الله، وموفقين لكل خير بحق مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معنا وجدان من الديوانية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا أبا عبد الله، صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ليلة جمعة مباركة عليكم سيدنا. اللهم صل على محمد. بارك الله بكم، وإن شاء الله ليلة عظيمة ومباركة على الجميع. نبارك لكم ذكرى مولد المنقذ البشري الإمام الحجة بن الحسن. عجل اللهم عجل وليك الفرج. اللهم صل على محمد، كل عام وانتم بخير يا الله. الله يبارك فيكم يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام يا ابن الله بالقوة، السلام يا ابن عبد الله وبقي الليل والنهار ولا جعله الله وأخذ عجل زيادتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو بكر بن عمر بن هاشم الحوار زين البطلة كفلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عزل وليك الفرج. اللهم ارزق زيادة الحسين يوم الورود يا الله. الله يشهد لكم سيدنا. سجل أسماء. بارك الله بكم، تفضلوا. سجل معاني بالشفاء ادعيلها إن شاء الله عندها العافية والسلامة. ومسجل اسم زبن ومسجل بالعافية، ومسجل اسم أحمد بالشفاء وراحة البال ومطيبة ومحمد، ومسجل اسمي قضاء حاجة، أدي حاجة مستعصية، ادعي لي الإمام الحسين. الله يقضي حاجتكم إن شاء الله، ويمن على من ذكرتم إن شاء الله بقضاء الحوائج والشفاء للمرضى بحق مولاي وإمامي أبي عبد الله الحسين وأخيه قمر بني هاشم أبا الفضل العباس عليه السلام. معنا اتصال، أم علي من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا سيدي يا مولاي يا سيد الشهداء. الله يبارك فيك. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أخيه أبا الفضل العباس وعلى أولاده وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى بطلة كربلاء، بطلة بني هاشم، سيدتي ومولاتي زينب الكبرى العقيلة، يعطيك الصحة والعافية سيد حيدر. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أم علي عندي الصبرة، الله يعطيك العافية، الله يحفظكم. الشدة وريد من الله أبو الفضل العباس، ينجيها من الشدة اللي يديها، يحفظك الله يا سيد حيدر. أنا مريضة وقصدك الدعاء والزيارة إن شاء الله. ما ننساكم إن شاء الله أيامكم وأيام المسلمين ولادة الأقمار المحمدية إن شاء الله،
كلها افراح يا ان شاء الله. الله وتوفيق ونجاح يا الله يا رب العالمين. بارك الله فيكم ام علي، احسنتم، تقبل الله زيارتكم ودعائكم، اسال الله ان يوفقكم لكل خير ان شاء الله ويوفقكم لزياره المولى ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حياكم الله. نعم ايها الاحبه الكرام، وهذه كربلاء وامامكم زوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام بين الحرمين الشريفين. هنيئا لزوار الحسين، هنيئا لاحباب الحسين، اسال الله ان نكون من شيعتهم ومحبيهم ان شاء الله. معنا ام جاسم، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك سعيد؟ الله يحفظكم ان شاء الله، بارك الله فيكم يا ام جاسم. الله يستر عليك يا امه. الله يتقبل اعمالك ان شاء الله. حسين يا بعد قلبه يا ابا عبد الله. الشهرين ما جاي والله قلبه طق على ابا عبد الله يا ابا يا امه. هذا الشوق، هذا الشوق لسيد الشهداء، هذا هو اللي يدخلكم الجنه ان شاء الله. اي والله يا امه اذا كنت احنا ما ننساكم، لكن ام جاسم، ام جاسم الكاميرا وياكم وضريح الامام الحسين ان شاء الله امامكم، سلم على سيد الشهداء واحنا ما ننساكم ان شاء الله. بعد عمر السلام الله عليك يا ابا عبد الله، يا حسين والله على الحسين وعلى اولاد الحسين، على علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى رسول الله محمد وعلى صلى الله عليه واله، على زينب المظلومه اليسيرة وعلى فاطمة الزهراء يا يما، اريدك تدبر كل شيء ان شاء الله. ما ننسى، الله يبارك فيكم ان شاء الله. يا يما بعد قلب يا ابا عبد الله، يا ابا عبد الله من ورد نركب وسجايا عالج. ام جاسم امامكم ضريح الحسين عليه السلام، واحنا نقول له سيدي ومولاي ابا عبد الله، هذه المرأة المؤمنة الشيعية الموالية هي مشتاقة لزيارتكم أبا عبد الله، نظرة إلها يا حسين ونظرة لكل الزوار ولكل الأحباب، نظرة رحمة يا أبا عبد الله، وأنتم الكرام بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم إن شاء الله. حجي الله يحفظك يا سيد وندعي للولادي ابن ياتي، أسأل الله يحفظهم جميعا، يحفظنا ويسعد علي يا الله بحق محمد وآل محمد. الله والديك يا يما وتك العافية، الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم يما، الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، وإن شاء الله دعوات طيبة وسلامة بحق مولاي الإمام الحسين سلام الله عليه، الله يحفظكم إن شاء الله، حياكم الله. معنا آخر اتصال إن شاء الله، أم علي من البصرة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك الله. يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام على سيدتي مولاتي الحوراء زينب، اللهم ارزقنا زيارتهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة بحق محمد وآل محمد. إلهي آمين. وليك الفرج والعافية والنصر، وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. يا الله. وباركينما في ليلة الجمعة، ونسألك الدعاء تحت قبة الإمام الحسين يا أبا عبد الله. يا حسين إن شاء الله ما ننسى، رحم الله والديك يعطيك العافية، وتكتب اسم ابني علي وتخليه بضريح الإمام إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله بيك، تطلب له الشفاء، رحم الله والديك، نسأل الله له العافية والسلامة والشفاء إن شاء الله. والجمعة مباركة إن شاء الله عليكم وعلى أمة محمد. الله يحفظكم، عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين، ورحمته ودعاء وخير موفقين، ربي يحفظكم. الله يبارك فيكم ان شاء الله، بارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم ودعائكم، ان شاء الله موفقين بحق مولاي الامام الحسين سلام الله عليه. الاحبه الكرام، وصلتني رسائل عديده وكثيره من كثير من الاخوه والاخوات المؤمنين يلتمسون منكم الدعاء، ممن عندهم مرضى، عندهم مشاكل، عندهم حوائج. أيها الأحبة، إحنا إن شاء الله ما ننساكم دائماً يم الحسين، لكن أنتم كذلك، وأنت جالس الليلة جمعة، والله سبحانه وتعالى يحب دعاء الجماعة، أوصونا بالدعاء وطلبوا من المشاهدين أن يدعوا لهم لنور الزهراء وعباس بالشفاء، أطفال ومرضى، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم العافية والسلامة بكرامة مولاي الإمام الحسين سلام الله عليه. كذلك أم أحمد بالشفاء، وأم ياسر، وكذلك يطلبون الدعاء للأخ أبو جعفر وعائلته بالتوفيق، كذلك التوفيق لمحمد باقر وفاطمة، أسأل الله أن يوفقهم بحق محمد وآل محمد، وكذلك الأخت آلاء بقضاء الحاجة،
والرحمة والمغفرة للسيد موحان والعلوية أم عزيز، توفيق لولدهم السيد باسم، أسأل الله أن يحفظه إن شاء الله. كذلك قضاء الحاجة لسيد صفاء، وكذلك الأخ كاظم وعائلته يطلب الدعاء بقضاء الحاجة، الأخ أبو فاطمة كذلك هو والعائلة، الأخ إيهاب والأخ أبو محمد وعلي سالم وعائلته وحيدر ستار وعائلته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم إن شاء الله التوفيق والعافية والسلامة. أقول إخواني لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج الإمام الآن بهذه اللحظات وعند ختام برنامجنا، اقرأ سورة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وشفاء المرضى. إخواني احنا دائما نقرأ بالدعاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء، احنا كلنا ملتمسين الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة لابد أن نتوجه إلى الله الآن وأنت جالس في بيتك، هاي الملايين ممن يشاهدون بهذه اللحظات، أقول اقرأوا أيها الأحبة سورة الفاتحة بنية الشفاء والعافية وقضاء الحوائج لجميع المؤمنين إن شاء الله، وإحنا جميعا إن شاء الله نشرككم بالزيارة والدعاء. وصلنا وإياكم إلى مسك الختام، زيارة مولاي الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا تنسوني ووالدي وأسرتي بصالح دعواتكم، وكذلك لا تنسوا كادر برنامج لبيك يا حسين، جميع خدام الإمام الحسين قناة كربلاء الفضائية، جميع العاملين بها، لا تنسوهم هم وعوائلهم، ولا سيما هذا البرنامج بالتوفيق، بالدعاء بالتوفيق إن شاء الله والخير. ونتوجه الآن إلى زيارة الإمام سلام الله عليه وأسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام نيابة عن مولاي صاحب الزمان، أصالة عن نفسي نيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، جميع من أوصونا وقلدونا وتأملونا بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام على فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك، السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليكم يا ملائكة الله المقيمين في هذا المقام الشريف، السلام عليكم يا ملائكة ربي المحدقين بقبر الحسين عليه السلام، السلام عليكم مني أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين، لا سيما من أوصونا وتأملونا بالدعاء لهم. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ خدام الحسين. سيدي يا أبا عبد الله، هذا عهدنا معك، دائما ننادي لبيك يا حسين، لبيك يا مظلوم، لبيك يا شهيد، لبيك داعي الله، لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين لبيك يا حسين. كلها راحت كربلاء وانا بس المارحيت سيدي بحيرة طحيت انا مشتاق لك يا ابا عبد الله انا مشتاق لك يا ابا عبد الله اعترف لك يا حبيبي وقلبي يتقطع الم يمكن المانع ذنوبي نزل الذنب النقم يمكن بايدي ولساني زيدت نار الخيم تمتي عيني حرام وانحرم مني الحرام وتمتلي عيني حرام وانحرم مني الحرام هل بعد استاهله هل جنايه جنايتي من حدث عن غايتي هل بعد استاهله هل جنايه جنايتي من حدث عن غايتي اشكي لفراق لك يا ابا عبد الله انا مشتاق لك يا ابا عبد الله سيدي استغفر لربك يا حسين اتوسل ميت عنا بلا طفوفك واحيا بس ارجع اليك كل وقت ادعي ولعلها دعوتي بمرت ملك خلني اتوفق وازورك المهم بس اوصلك خلني اتوفق وازورك المهم بس حسين هاللقاء اتامله سيدة كل النعم وقفتك بار الحرم هاللقاء اتامله سيدة كل النعم وقفتك بار الحرم اروي الاشواق لك